بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس روا فنعي وعمزه برب دخلكم ملك الناس بادشاه دخلكم إله الناس حقدار دبندك حاجت روا دخلكم من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچوونکي نه چې ډېر وروستو کېږم الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس د پیریانو د انسانانو نه